سمعت من كام يوم الصحافة كان بتقول ايه، او على النت على جوجل كان بيقول ايه، قال لك ان هناك في محلات مشهورة في مصر بيبيعوا لحم حمير وكلاب. اقول ايه والنبي، اقول ايه يا جدعان على الكارثة واللي احنا فيها ده. بقول لك محلات مشهورة يا خراب، يعني على الازرق. بقول لك ايه ده، بقول لك كمان الشعب المصري بياكلوا حمير وكلاب من زمان من زمان، وهم مش واخدين بالهم. انا كنت بقول كده برضه، هو مش قد كان مصدقني. بقول لك بناكل لحم حمير وكلاب من زمان واحنا مش دارين. يا خرابي يا خرابي. وبقول لك محلات مشهوره يقول لك ياخدوا الحمير والكلاب يعملوا يعني ايه بقى، مش عارف يطحنوها ولا ايه، يحطوها في الكفته وعبي كفته. يقول لك لحم الكباب، لحم الكباب يا ناس، بتاكل كباب بالكفته والحمير وانت مش داري. يا عم الزبون ما تاكلش حاجه من بره، قلنا بتمنى ما تاكلش حاجه من بره. قال لك محلات مشهوره، الله اعلم اني محل مشهور في وسط البلد ولا في ايه. يا خراب يعني، ده احنا خلاص المعدة يعني معدتي يعني مرضت. الواحد متمرض خلاص يا جدعان. كلاب وحمير ومصارين كلاب، ايه يا جدعان في ايه؟ ايه يا جدعان يا جدعان؟ وفي يا جدعان وانتوا بتبيعوا الحيوانات؟ بتاكلوا الحيوانات يا جدعان؟ يقول لك اصل هم كان بيصدروا الحمير والكلاب للصين. يخرب بيوتهم يا ناقصه، بنصدر الحمير والكلاب للصين. قال لك علشان حصل مش عارف ايه مصادره ولا ايه، قال لك خلاص نخليها للمواطن المصري. المواطن المصري اللي بياكل لحوم مش عارف ايه مصدرها. يا خربتها ويا انا، يا حزن الحزن يا انا. اكل الواحد مبقاش مفيش طعم في الاكل، مبقاش في طعم يا ناس، مبقاش في طعم خلاص. الحاجه بقت تاكل زمان كنت تاكل كده الفاكهه طازه، بتاكل اللحمه تحس ان جاي ان هي لحمه. دلوقتي بتاكل الفاكهه تحس انها مش طازه مضروبه، بتاكل الفرخه تحس ان هي نيه، بتاكل الفرخه تحس ان هي عيانه، بتاكل اللحمه بتحس ان هي طعمها مش عارف ايه، طعمها غريب، بتقعد تشد فمها ما بتتاكلش. هو في ايه يعني خلاص؟ وتقعد تشرب في ميه طول النهار وطول الليل، وتجيب في عصير، وتجيب في حاجه ساقعه، وتجيب في لتر، وتجيب برتقان، وتجيب سيف الاب وشغاله الله ينور بسبب اللحوم اللي بتاكلها. المرض بعينه. الناس مبقاش فيها ضمير، العالم الجزارين مبقاش عندهم ضمير يا ناس. حتى بيجي يطبخوا اصلا بتوعوا في الشوارع كده، وتلاقي يعني الذبيحه مرميه في الارض كده، او حاجه تمرد، حاجه تمرد يعني. يقعد يجيله نفس الاكل ازاي؟ انا بمشي وساعات بمشي والله بمشي، ماشي في الدم رفت ماشي مش من ناحيه من الشارع التاني، بتلف من الشارع التاني. ساعات بنسى وبمشي، الواحد بيشوف المنظر اقول انا باكل لحم ازاي؟ الواحد بيشوف بقره ولا يشوف جاموسه مطبوحه ولا يشوف حاجه على الارض كده، لا دي كلها ازاي؟ لا ده بقول لك حمير وكلاب في قلب الكفته. يا خراب يعني، يا خراب. ده راحت خلاص هيجيله الشلل يا ناس، هيجيله الشلل. حمير وكفته في قلب ايه؟ بقولك حمير وكلاب في قلب كفته في مطاعم مشهوره، مطاعم مشهوره الله اعلم اني مطاعم. اكيد انا اكلت من هذه المطاعم. الواحد خلاص بهناء هناء هناء يا ناس. انا مش عارف في مش عارفين في ايه، مش عارفين. جات الكورونا كشفت كل الدنيا وظهرت وزور، ما هي الكورونا هي اللي خلت هي اللي ايه اللي كشفت كل ده. ومحلات مشهوره كمان يا خراب يا ني على اللي بيحصل. مش عارف اقول ايه تاني، مش عارف اقول ايه. خلاص بقى ده احنا استوينا.